هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر الشيخ وجيه سعد حسن رئيس جمعية الأئمة في إيطاليا وعضو المجلس الاستشاري للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الحبيب فضيلة الشيخ سفيان، المشايخ الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية حديثي وكلمتي أتوجه إلى الله تبارك وتعالى أولا بالدعوات أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة، وأن يحسن وفادته، وأن يعوضه بشبابه في الجنة خيرا إن شاء الله رب العالمين. ثم أتوجه إلى أخي فضيلة الشيخ سفيان بخالص العزاء له وللعائلة، سائلا الله تبارك وتعالى له الأجر العظيم والصبر الجميل. والحقيقة يا مشايخ، في مثل هذه المواقف يجتهد المتحدثون لكي يسروا على قلب المحزون على فقيده أن يتكلموا عما يمكن أن يدخل السرور على قلبه أو يصدره من خلال بشريات تزف. وقد يتكلف البعض فقط من باب المجاملة أو من باب التخفيف على من ألم المصاب على المصاب على المحزون، لكن الحقيقة أرى بفضل من الله تبارك وتعالى بين يدي لقاء أخينا أو ابننا صهيب ولقاء الله تبارك وتعالى الكثير من البشريات التي تنزل بإذن الله بردا وسلاما على قلب أخي الشيخ سفيان وقلب كل المكلومين من الأسرة ومحبيه رحمه الله. ومن هذه البشريات أولا كونه يقبض غريبا، يقبض غريبا، فهذه أيضا تكون له كما في سنن أبي داود أن الله تبارك وتعالى يقيس للعبد ما بين موضع ميلاده وموضع وفاته، فيكون ذلك له درجات في جنته سبحانه وتعالى. ومن البشريات أيضا رضا أبيه عنه كما صرح بذلك، ورضا شيخه عنه فضيلة الشيخ نور الدين حيث تكلم عنه وعن قربه من بيوت الله عز وجل وقربه من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن البشريات أيضا كونه يقبض في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا وفي ليلة وترية بأخص الخصوص، فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه البشريات بإذن الله رب العالمين ترفع من حسن ظننا بالله تبارك وتعالى برفعة ابننا في جنة الله سبحانه، وتنزل أيضا بردا وسلاما على قلب أخي الشيخ سفيان وأسرته بإذن الله. ولم يبقى بعد حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأخي سفيان يعلم ذلك، إلا مزيد الدعاء وإلا الصدقات وإلا دعوات أهل الصلاح له، كما رأينا من أساتذتنا وشيوخنا المتحدثين، منهم من يعرفه ومنهم من يحسن الظن بأبيه فيعلم أن هذا الفرع يلحق بهذا الأصل، فجميعا يشهدون لك يا شيخ سفيان ولابنك إن شاء الله بالخير في هذه الأيام المباركة، ونحن بين سويعات قليلة نودع وتغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان ونستقبل العيد إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم أحسن وفادته وبرد مضجعه وآنس في القبر وحشته وأنر في القبر ظلمته. اللهم عوضه خيرا بشبابه في الجنة سعادة لا انقطاع فيها يا رب العالمين، وأنزل من برد رحمتك على قلب أخي سفيان وأسرته بردا وسلاما يا رب العالمين، أجرا جزيلا وصبرا جميلا وبردا وسلاما بإذن الله. وشكر الله لكل أحبابنا وإخواننا ومشايخنا الذين شاركونا مصابنا هذا، وكلنا يعزى فالمصاب للجميع،
ورحمه الله رحمة واسعة، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.